بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجمعني الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج همومنا. نسأل الله تعالى أن يغفر وأن يتجاوز عن الجميع. إخواني وأخواتي، أستمر معكم وأتواصل عبر شاشة قناة سامراء الفضائية، وأنا أستقبل الاتصالات والاستفسارات على الأرقام التي ستظهر أو التي ظهرت أسفل الشاشة. فإذا إخواني وأخواتي، حياكم الله وبياكم مرة أخرى. أيها الأحبة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، حقيقة في هذه الأيام قد انشغل التواصل الاجتماعي وانشغلت الكثير من القنوات التي تهتم بما تسمى الظاهرة الكونية، هو ألا وهي خسوف القمر، خصوصا في هذه الليلة. إخواني وأخواتي، الكثير تكلم عن خسوف القمر ويتكلم عن كسوف الشمس، والكثير من أهل العلم أو من أهل الاختصاص يتكلمون عن الفلك ويتكلمون عن أسرار الخسوف ويتكلمون عن كيفية الخسوف ويحسبون الخسوف بالدقائق، متى يخرج ومتى يكتمل الخسوف ومتى يمضي الخسوف ويذهب الخسوف بالدقائق. فهذا إن دل على شيء يدل على العلم المحمود الذي نحن معه والذي نشجع عليه، والذي نقول بأن الإسلام هو يبني الحضارة ويأخذ بيد من يريد أن يخدم الإنسانية بهذه العلوم المحمودة. نعم، اتصال. نعم، أم عامر من سامراء، تفضلي. السلام عليكم. يا وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. مرحبا أختي. شيخنا، أنا زوجي سافر. نعم. يعني هو يعني في المستشفى الزوج، وأنا ثانية زوجة. أنت شنو؟ زوجة توفى؟ الثانية، زوجة الثانية. أنت الزوجة الثانية، وتوفى هو لو شنو؟ إيه، هو الزوجة الثانية توفى. زوجك توفى؟ إيه. وأنت الزوجة الثانية؟ إيه، هو الزوجة الثانية. هذا الثاني مات. شلون؟ زوجة الأول مات وخذنا هذا الثاني، يعني عشنا عمره عالية. الثاني متوفى. الثاني هم توفى؟ ايه، توفى الثاني هسه. زين، نعم. ايه، ناس تقولي لازم تتمشين عدة. اي اكيد، المتوفى عنها ايه؟ زوجها عدته 4 أشهر و10 أيام. نعم. ايه، وما تطلعين يعني حتى على بيت أخوك، ما تطلعين على. لا لا لا، مو هيك أختي. أنت أولا حرمة للميت واستبراء للرحام، ايه؟ تاخذين عدة بالبيت وما تخرجين إلا للضرورة. الضرورة لا سمح الله، طبيب، شراء ملابس للأطفال إذا ماكو غيرك تشتري، تخرجين بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، ماكو مشكلة يعني أبدا. عندك معاملة، هكو دراسة وحدة عندها، تروح يعني للدوام، ما في مشكلة أبدا، بقدر الضرورة. أي. يعني أنا ما عندي أطفال، ما صار عندنا أطفال، بس يعني أنا والحج كنا وتوفى، ظلت يعني بحكي يعني جبتنا أخويا، يعني هاي الاستراحة حتى أخويا هذا يعني. يعني الأفضل حرمة للميت تبقين ببيتك، الأفضل يعني. آه. أي نعم. أي شكرا، رحم الله والديك يا شيخنا. وأنا كنت أسأل أهلي إذا الاستراحة على بيت أخوي. للضرورة، للضرورة مرات يجوز ترحين البيت أخوك، يعني ماكو مشكلة. نعم، من معي؟ تفضل أخي خالد. عليكم السلام ورحمة الله. المشكلة عندنا في الصوت، أنا أشوف صوت عندي مشكلة يعني. نعم، تفضل أخي خالد. خالد أنا ما أسمعك، يعني ما أعرف، أكو خلل يمك يعني. اي الصوت غير واضح. اتكلم بالله يمكن افهم، او كنترول يساعدني. ها، هو انقطع من يمه. نعم، ماشي. من معي؟ اهلا اخي.
تفضل اخي محمد. مرحبا. اذا انا شيخ اي اني وياك اني حسين وياك. تفضل اخي. شيخ بس اللي في العين صارت الضحى يعني. شلون؟ عن شنو؟ عصرت ان الضحى. صلاة الضحى؟ شو اليوم كنترول؟ شنو الموضوع؟ السلام عليكم شيخ. اخي تسأل عن صلاة الضحى؟ نعم شيخ. ماشي تسمع من الجواب. نعم. اخي صلاة الضحى يبدأ وقتها تقريبا ارتفاع الشمس بمقدار رمح. مقدار رمح يعني في وقتنا اليوم تقريبا 7:30. 7:30 صباحا يبدأ ممكن او اكثر شوية يعني تصلي الضحى الى قبل الزوال. الى قبل الزوال يعني قبل صلاة الظهر تقريبا بنصف ساعة بعشرين دقيقة لا يجوز ان تصلي الضحى. فوقت الضحى من 7:30 الى تقريبا اذا يأذن ب 12 يعني الى 11:30 يعني تقريبا. وصلاة الضحى من السنة ان تصلي ركعتين وركعتين يعني 4 وركعتين 6 وركعتين 8 الى 12. فاقلها ركعتين واكثرها 12 ركعة. بكيفك تيجي تصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم وهكذا يعني. وتصلى سرا ولا تصلى جماعة. طيب اخي هذا وقت صلاة الضحى وكيفية صلاته. نعم نعم. مينا من بغداد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الشيخ؟ الحمد لله الحمد لله. الشيخ بس صوتك ضعيف. نعم. صوت مو واضح. صوتي ما واضح يعني ما اعرف شو اسوي. الشيخ انا عندي سؤال. اي نعم. في بنتي عندها بيت. زين. باعته بالحياة مالتها. زين. وقسمت ولدها بالسنين ما انطت للبنات. ما انطت للبنات؟ لا ما انطت للبنات، اللي طالبت حقها بس 5 ملايين مو حقها الكامل، بس هيك يعني هبه من عندها ما هبت للولد هبت للبنات. زين. ما انطت للكل يعني ما عادلت بالتوزيع. نعم. الو اي وياك اسمعك. نعم. والسؤال الثاني شيخ انا احنا عندنا عمه نواصلها ونزل عليه بس هي قبل ما توصل وقاطعه بينا. يعني هل لي انا حرام في نفسي انا ارحم له وهي من عندها. تمام تسمعين مني الجواب اختي. شكرا شيخ. عفوا مرحبا. من سامراء تفضل. بس خلني نكمل الموضوع مالنا. تفضل من سامراء من معي. اهلا اخي. تفضل اخي حياك الله من سامراء. شلونك شيخ؟ شلون صحة؟ الحمد لله بخير الحمد لله. شيخ يسلمك الله. البارحه جيراني زوجته تصلي بالحديقه تكرم لابسه حذاء على الكرسي، هل يجوز هذا الصلاه؟ شلون على الكرسي تصلي؟ تمام. قلت لها ما يجوز لابسه حذاء، انت تصلين وانت بالبيت بحديقه قاعده، هل يجوز هذا؟ لانه تصلي لابسه تكرم لابسه الحذاء؟ تسمع الجواب ان شاء الله الان. واريد رقمك شيخ اذا ممكن. رقمي اذا تبقى على الكنترول تاخذ رقمي، تمام. اي والله يخليك الله ممكن رقمك. حياك الله حياك الله. اي تمام. موضوع مينا اختي القسمه او العطاءات اللي اعطتها امكم او جديتكم ببيتش البناتها وأبنائها صحيح العطاءات ماكو مشكلة. ومرة ثانية ارجعت فقلتي مبلغ 5 مليون انطت للبنات فقط هم ماكو مشكلة بالموضوع. العطاء أو الورث يقسم بالعدل عندما تموت، يموت الأب أو تموت الأم يقسم أن ذاك بين الذكر مثل حظ الأنثيين. أما في حياتها الأب في حياتي والأم في حياتها تريد أن تقسم فماكو ضير وماكو مشكلة، ولكن لتراعي العدل والتساوي ويعني الإنصاف في هذا التوزيع. أما إذا أعطت للأبناء فقط قبل الموت ولم تعطي للبنات بنية حرمان البنات فهي آثمة طبعا، بنية حرمان البنات فهي آثمة. أما إذا ما كان عندها نية مجرد أعطت للابن وأعطت للأخ أخت الأخرى حسب الحاجة فماكو مشكلة أبدا. أما موضوع تقولين إحنا نتواصل ويا عمة عندنا حسب ما أذكر يعني وإحنا نسأل وهي لا ما تسأل، أنتم المأجورين يعني الأجر لكم كلها، فاستمري بهذا العمل ولا تقطعي أبدا وظلي سلمي
حتى لو ما ردت السلام، ظلي اسألي حتى لو ما تسأل، هو هذا صلة الرحم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام للمتخاصمين، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فأنت أخذت الخيرية في ذلك، فاستمري بهذا التواصل. نعم. الأخ من سامرة يقول وجدت جيراني تصلي، طبعا أولا ما عندنا مشكلة، المعذور الذي يصلي على الكرسي ما في مشكلة أبدا، المعذور يصلي على الكرسي ماكو مشكلة أبدا، خصوصا إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود. أما إذا كان يستطيع الركوع فليركع، ولا يستطيع السجود فليجلس على الكرسي ويسجد. طيب بقى موضوع الحذاء، الحذاء طبعا الموضوع حساس، بعض العقول ربما لا تستوعب الأمر، الحذاء إذا كان طاهر ونظيف وماكو مشكلة أبدا يجوز الصلاة به، ماكو ضير أبدا. أما إذا كان فيه نجاسة أو تظن أنه فيه نجاسة فالأفضل أن تنزع هذا الحذاء، والله أعلم. نعم. من سامراء من معي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ممكن سؤال؟ أي نعم أخي. يومية تصلي استخارة؟ نعم. ايه خير خو ماكو شيء. ايه تفضل اخي. نعم. ماذا تسأل عن صلاة الاستخارة؟ لو تريد تصلي استخارة شنو؟ ماذا افهم؟ نعم شيخ عن صلاة الاستخارة يومية تصلي المغرب والفجر. تصليها المغرب والفجر؟ نعم. وليش خير خو ماكو شيء، شنو هال صلاة الاستخارة؟ والله هو السنة صلاة الاستخارة عندما تريد أن تقبل على شيء وأنت متردد تصلي الاستخارة ركعتين مرة واحدة، ويسن إعادتها ويستحب عفوا إعادتها، ماكو مشكلة. فالصلاة الاستخارة يجيك الجواب إما برؤية صالحة، وإما ينشرح الصدر لهذا الموضوع وتقبل عليه، وإما هناك نقطة يعني كلش مهمة اللي يصلون استخارة ما يعرفوها، أنه هناك عراقيل لهذا الموضوع، يعني كل ما تريد تخدم على هذا الموضوع يصير عرقلة، يصير مشكلة، تصير عركة، تتخربط الشغلة، فهذا دليل على أن هذا الأمر لا يصلح لي يعني، فعندما تصير عراقيل يعني. فهذا هم جانب من الجوانب اللي واحد يعرف صلاة الاستخارة عندما يقبل على شيء يعني. وصلاة الاستخارة تصلى مرة واحدة أستاذ العزيز، مرة واحدة. نعم. وإذا ما تبين شيء يستحب أن تعيدها يعني. نعم. بس أنت شغلتك كبيرة، تصلي الصبح استخارة والمغرب استخارة، الله عينك يا ربي. نعم. من معي من الموصل؟ خالد تفضل أخي خالد. تفضل أخي خالد، مرحبا. ها خالد عيني صار الصوت زين لو تسمعني أخي خالد؟ أنا أسمعك بس الصوت مو واضح، بلكي الكنترول يساعدني يعني. إيه يمه من يمه والله خالد، لا أنا أسمعك زين ولا الكنترول أسمعك زين يعني، غير مكانك رتب. مهند من ميسان العمار تفضل اخي مهند. حياك الله اخي مهند، انا معك حسين، حياك الله. الحمد لله بخير، ماشي الحال. شلون صوتك مو واضح شلون؟ نعم تسمع من الجواب الآن، تسمع من الجواب. نعم مو أنا قلت الموضوع حساس أخي الحذاء شيء مستقذر، إذا كان يحمل نجاسات حال البنطرون اللي تلبسه، حال القميص اللي تلبسه، إذا به نجاسات لا يجوز أن تصلي به. أما إذا كان الحذاء نظيف فيجوز الصلاة به. فالله يخليكم إخواني، لا تعتبرون هذا الموضوع فشي كبير وموضوع يعني الحذاء إذا مثل الخوف، حال الخوف، حال يعني، وهذا يعني بيه موضوع ضرورات وماكو مشكلة يعني. نعم
اي نعم. اما انا ما اقصد اقول يدخل الان للمساجد بالحذاء ويصلون، او يدخل للحسينية ويصلي بالحذاء هو وطينة، انا ما اقصد هذا. فرضا لو كان في صحراء هو في مكان زراعي اراد ان يصلي بحذائه والحذاء نظيفه ما به شيء، يجوز، ماكو مشكله ابدا. نعم، من معي؟ كمال اخي تفضل. من الانبار تفضل اخي كمال. نعم اخي كمال، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، اسمعني من الهاتف تفضل. تفضل. اكو واحد راجع سنه يريد يسحب فلسه. اي. وفيها 3%، هل هذا يصير حرام او حلال؟ واقع بيته يريد ياخذ سلفه، منين من العقار شو يسموه سلفه هاي يا استاذي؟ يعني وما دام بها نسبه من الفائده، والله ما يجوز يا اخي استاذ كمال. يعني بها فائده لا اني ولا غيره. يفتي لك، يعني ما حد يفتي لك بهذا الموضوع. عموما هذا الموضوع احنا من حيث العموم لا نفتي بالجواز، نقول غير جائز، ولكن هناك ضرورات يعني يفتي بها المفتي وعنده معايير للشخص، يعني اذا توفرت هاي المعايير به ممكن ان يفتي بالجواز بقدر الضروره يعني. فممكن ياخذ رقمي الخاص الرجل واتواصل، يتواصل معي ونشوف هذه المعايير موجوده عنده ولا. يعني من الديالة، من معي؟ أبو أحمد، السلام عليكم. حياك الله أبو أحمد، مرحبا. أشكر شلونك؟ الحمد لله بخير، ماشي الحال. أقول شيخ، أنا مود الزكاة. نعم؟ أنا مود الزكاة، ثلاث سنوات من الزكاة. إيه، نعم. أنا صار 4 سنوات مهجرين. أربع س... زين، ما مزكي. أنا صار مهجرين. زين. وأنت حلال أنك أنا أعيد الزكاة علينا ما يجوز. زين، هل بلغ النصاب عندك الزكاة الفلوس او شنو هو؟ بلغ النصاب عندك؟ والله انا كنت الغرب عندي انا يعني اعرف كثير ما عشت انا اعرف يعني انا مهجر ما ذا اسمع، هو شنو عندك؟ فلوس؟ ارض؟ شنو؟ غنم، الغنم ما عندي فلوس، حتى فلوس ماكو. غنم؟ غنم عندك؟ اي عندي غنم تقريبا 150 راس. ايش قد؟ ايش قد؟ كم غنم عندك؟ ايش قد؟ تقريبا 150 160 بس حدود يعني. اي اي اذا 100 يعبر ال 120 عليك زكاه يعني. وفي يعني مهجرين يعني كيف انت مهجرين ونقلك يعني انت محتاج؟ والله عارف يعني يا حجي اللي عنده 150 راس غنم يعني عبر مرحله الفقر يعني، عفوا يعني عنده 150 راس غنم يعني يعبر مرحله الفقر يعني. مهجرين يعني اي استاذي ماشي، اعطيني مجال بس انت تعرف ايش قد راح تدفع انت على هاي ال 150 راس غنم عندك؟ اي نعم اعرف. اي ايش قد راح تدفع؟ شاة واحدة راح تدفع؟ والله بس يعني تدخل 8 ملايين على السعودية. انت هسه اذا تسالني حتى اجاوبك مو؟ لا يعني شنو انت اذا عندك 140 او قلت 150 عليك شاة واحدة يعني. نعم. عليك شاة واحدة تدفع قيمتها يعني الى الفقراء يعني. لان حجي اللي عنده 150 راس غنم يعني عبر نوعا ما نقول مرحله الفقر يعني. نعم نعم نعم. ايه. ممنون يا شيخ. اسماعيل من بغداد تفضل. تفضل اخي اسماعيل، مرحبا. هلا مرحبا يسلم. حياك الله. تفضل اسمعك اخي اسماعيل، مرحبا. ما اعرف اليوم لين جمعاك وخلل بالاتصالات افتهمنا الانترنت بس الاتصال. شلون؟ حالتك تعبانة؟ ايه خير يا الله. انا اسمعك، تفضل اخي اسماعيل، شنو الموضوع؟ والله اخي موضوع السلفه، والله اول شيء تفتح لي مشاكل انا العبد الفقير. واني قوه اخي قوه يعني شو اسمه واحكي حكايه بعدين ينفتح علي ابواب اخي الكريم. اني من حيث الفتوى العامه اخي واطلع على الشاشه ارفض رفض تام، مو صحيح ابدا. اما اذا تواصل وياك قعده خاصه ناخذ وننطي بالكلام
أشوف حالتك، ربما يفتح لك باب بسيط جدا حسب الضرورة، أما من حيث العموم أخي ما يجوز تأخذ السلفة اللي بيها فائدة أبدا أبدا. أعتذر أعتذر أستاذ إسماعيل عيني. أبو عصام من سامراء، أبو عصام تفضل. أهلا، الحمد لله بخير. والله ماشي الحمد لله أبو عصام. نعم. أخوك أبو حسام جاوبي، بدك تعالج عشان هذا جاوبي. أبو حسام لا أبو عصام. أبو حسام، حياك الله أبو حسام، مرحبا. والله كنت في سفر طويل، أنا أعتذر. كنت في سفر طويل، والله أعتذر جدا أعتذر يعني. والنعم أبو حسام، أعتذر أنا جدا. الله يحفظك. أنتظرك بعد البرنامج، أنتظرك ما في مشكلة بعد البرنامج إن شاء الله. على راسي على راسي. إذن إخواني حقيقة أنا أقف عند عبارة الظاهرة الكونية اللي يتكلمون بها المختصين. أعرف أنا أبو عمامة، أعرف البعض ينظر أن العمامة لا تتدخل فيها الأمور العلمية والأمور الفلكية. لا إخواني، نحن نصحح المفاهيم. فهذه الخسوف والكسوف إخواني هي مظاهرة كونية. نعم التلسكوبات والتقدم والحضارة اليوم الموجودة في هذه الأجهزة، وهذا الأمر محمود ونحن نشجع عليه، ونحن ندعو الشباب أن يدخلوا هذه التخصصات الفلكية والحسابية وغيرها. ولكن إخواني نصحح مفهوم واحد فقط، أنه هذه ليست ظاهرة كونية بل هي من عند الله تعالى. إخوان يجب أن نعلم الناس عقيدتهم. اليوم إحنا على موعد من الخسوف. الخسوف إخواني لا يكون إلا أن تكون آية من آيات الله تعالى. إخواني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي، الجاهلية كان عندهم إذا كسفت الشمس أو خسفت القمر يعتبروها يعني إلا إذا مات واحد عظيم يعني. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس، صار كسوف بالشمس، فالناس قالوا خلاص من مات إبراهيم هذا رجل ابن عظيم وابن ابن عظيم، فقالوا كسفت الشمس لموته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للناس فأمر المؤذن أن يجمع الناس، فخطب بهم وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، فلا تكسفان لموت أحد، ما تكسف ولا تخسف لموت أحد، إنما هي آية من آيات الله تعالى. فإخواني الكسوف والخسوف هو إنذار، هو نذير، هو تنبيه للناس بأن الله تعالى يستطيع أن يأخذ شمسنا وأن يأخذ قمرنا، فهل تستطيع أن ترد الشمس وأن ترد القمر؟ فيا أيها الناس، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خسف القمر أو كسف الشمس فعلينا بالتضرع والدعاء والصلاة والاستغفار، لأن ذنوب بني البشر قد وصلت عنا السماوات والأرض. ولهذا هذا إنذار، جرس إنذار إخواني خواتي، كفانا ذنوبا كفانا معاصي. إخواني نعم ظاهرة كونية، لا ليست ظاهرة كونية، هذه رسالة ربانية، إنذار رباني. نعم أحمد تفضل أخي من سامرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا شلونك؟ الحمد لله الحمد لله بخير. ماذا أنت شلونك؟ أي نعم. ماذا أنت تتوب إلى الله توبة نصوحة؟ يا الله يا الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى لا يقف أمامه ذنب إخواني إلا الشرك بالله. اطرقوا باب الله يا بنات يا شباب يا صغار يا كبار. أعرف المودة إلها حصة،
اعرف اللي تسمونه تطور وحضاره والكليبات والسنابات والتواصل الاجتماعي اخذ حصه كبيره من حياتنا، واعرف واعرف واعرف، ولكن اخواني لا ننسى نفسنا، احنا عبيد لله، نحن عبيد لله يا اخوان، نخضع لله لا نخضع لغيره، نركع لله لا نركع لغيره. فآن الأوان يا شباب يا بنات أن نطرق أبواب الله، اطرقوا باب الله، باب الله يفتح، باب الله يفتح للمساكين، يفتح للعائدين إليه، يفتح لصاحب الأنين بالتوبة. يقول أحد الصالحين: لأنين التائبين أحب عند الله من صراخ العابدين. أنت تئن من التوبة مالتك وتبكي بالتوبة مالتك، لهي أحب عند الله من بكاء ومن صراخ العابد. فأطرقوا باب الله، أطرقوا باب الله أخواني. أنا لا أقول فقط اليوم لأن هناك خسوف، نعم هذا آكد، ولكن في كل يوم أنت عندما تمسي استغفر الله، استغفر الله تعالى لما اقترفته في النهار، وعندما تصبح استغفر الله تعالى لما اقترفته في الليل. هكذا يا أخواني، الله تعالى يعني يغفر بالنهار لمسيء الليل وبالليل لمسيء النهار. فآن الأوان يا عباد الله يا عراقيين يا كل من يسمعنا، آن الأوان أن نطرق باب الله. سيدنا موسى يقول يا رب، وهو كليم الله، يقول يا رب إذا جاءك العبد راكعا وقال يا رب ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك عبدي. قال يا رب إذا جاءك العبد ساجدا ويقول يا رب ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك عبدي. قال يا رب إذا جاءك العبد مذنبا عاصيا مذنبا وقال يا رب ماذا تقول له؟ قال أقول له لبيك 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 عبدي. فإذا الأبواب مفتوحة أخواني، وآن الأوان أن نطرق باب الله تعالى. نعم أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا دكتور. الحمد لله بخير، الحمد لله دكتور. أنا دائمت الخاص ده ما خزحنا. ممكن تبقى على الكنترول ولا تسد الخط وينطوك الرقم الخاص إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يجزيك خير إن شاء الله. أبو علاء من بغداد. اهلا ابو علي. تسمعني؟ اي اسمعك. نعم بنتي شو انتجر طلع بنتي ما شافته، بنتي شو ما شافته، ولما طلع ما شافته، ولما طلقناها من عنده، فهل تزم عنده لو ما تزم عنده؟ صار طلاق لو لا استاذي؟ نعم صار طلاق. ماذا اسمعك والله؟ طلاق صار، طلاق طلقها؟ ما اعرف شلون طلقها لو ما طلقها صار طلاق. انا لغه الاشاره ما افهمها حتى اقولها. اي العده استاذي، العده تحسب من حين الطلاق، العده تحسب من حين الطلاق، حتى لو كانوا بعيدين عن بعض شهر شهرين سنه سنتين، اي نعم العده تحسب من حين الطلاق. شكرا. نعم نعم. إذن يا أخواني حتى لا تتزعزع العقيدة في داخلنا، أخواني مجريات الكون، متغيرات الكون، صوارف الكون، كل ما يجري في الكون هو بيد الله تعالى. الله يأتي بالليل ويمحي الليل، ويأتي بالنهار ويمحي النهار، ويأتي بالليل. الله تعالى يخرج لنا الشمس بوقتها وتغرب الشمس بوقتها. إخواني الله سبحانه وتعالى هو من يسير الجبال، هو من يسير الرياح. إخواني لا تزعزعوا عقيدة الناس وتقولوا نظرية كونية أو نظرية علمية، لا إخواني، هذا أمر الله، هذا قدر الله، هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم من معي؟ من الأنبار أبو زاهر تفضل. أخي تفضل أبو زاهر، مرحبا، اسمعني من الهاتف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ التلفاز ولا زحمة. اي نعم تفضل. الكابتر الكابتر. اي تفضل اخي تفضل. شيخ اطال حوار انه من قوي يقول بالنسبة لل الله سبحانه وتعالى يقول اعطوا حقه يوم حصاده. نعم واتوا حقه يوم حصاده. اي نعم. اي نعم احنا نفتي على هذا الراي وراي الاحناف. نعم نفتي على هذا الراي انه ما يخرج من الارض يعطى حقه يعني. ما عدا الشافعية، الشافعية يجعلون 3 شروط او 4 شروط في موضوع زكاة الزروع يعني. مما يكون قوتا للآدمين، مما يكون مدخرا قوتا مدخرا ويبلغ 15 أوسق وهكذا شروط عند الشافعية، ولكن الفتوى عند الاحناف ما يخرج من الارض يعطى زكاته. نعم. أحمد من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ. الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. شيخي أنا عندي مثلا حبل ما دجاج. شنو عندك؟ يعني شوف الدجاج ما دجاج. زين. اليوم شنو الموضوع؟ ما أعرف يمكن أعلمه. نعم الصوت اني ما دا اسمع زين يعني ما اعرف. شيخي انا مثلا اخذ على مثلا بالمثل اخذ 50 دولار وبالاخر اخذ 50 دولار، يعني هل يصير في هذا مثلا فاضي فائده ولا؟ ايه لا باع. استاذي اي قرض يجر منفعه فهو ربا. يعني قال لك انطيك 500 دولار ترجع لي 500 دولار واحد، هذا ربا صار ما يجوز، لانه القرض اخواني عمل انساني لا يطلب المقابل منه فضل او مكافأة. فيريد ينطيك 500 ترجع 500، من ينطيك 500 يقول لك اريد 550 هذا لا يجوز ابدا مو صحيح. خالد من الموصل تفضل. تفضل اخي خالد. أظن خالد يمكن عد اتصالك ماذا أسمع. عليك السلام. والله اتكلم عسى ولعل أسمعك يعني. ايه تسألني عن خسوف القمر هذه الليلة كما يقال. نعم نعم. شبيه والله حسب ما أتابع وأتواصل يعني ربما إلى 12:30 بالليل يطول، يعني يبدأ من 8:30. نعم مو أنت مشكلة تسمعني من جهتين يعني من الهاتف ومن التلفزيون. إيه عموما سنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل. نعم من معي؟ نعم. بغض النظر عن التوقيت متى يبدأ، هناك فرق في الدول البقية، مثل مصر أعطتها 8:30 ينتهي 12:20 دقيقة، ربما العراق يبدأ 9:30 أو 7:30 ومتقدم ومتأخر عن مصر وهكذا. بغض النظر أخواني يعني وجود أو حدوث يعني الخسوف هو مدعاة للرجوع إلى الله والاستغفار والعودة أخواني والصلاة. طبعا بالنسبة للرجال يسن لهم أن يصلون جماعة، حتى النساء في البيت يصلون الجماعة أو في المساجد، ومن لم يستطع أن يصلي في المسجد يجوز أن يصلي منفردا. وصلاة الكسوف أخواني تصلى ركعتين بس إلى تفصيل، الآن سنفصل في الركعتين. صلاة الخسوف أو حتى الكسوف تصلى ركعتين، من السنة إمام المسجد خطيب المسجد أن يجمع الناس ويخطب بهم ويعظهم ويذكرهم بالله وما يتدخل بأمر سياسة ولا يتكلم بأمور أخرى، يتكلم عن الرجوع إلى الله في هذه الساعات في هذه الدقائق، ثم يصلي جماعة بهم ما شاء
من الصلاة، ويسن أن تبدأ الصلاة من أول الخسوف إلى أن ينتهي الخسوف، تستمر الصلاة وتصلى آخر ركعتين عندما ينحجب تماما الخسوف. نعم، من صلاح الدين. نعم إسراء. وعليكم السلام ورحمة الله. صار شي 3 سنوات. 1 اختي، يعني مدى اسمع زين اليوم ما اعرف شو الموضوع بالاتصال. اختي انت 3 سنوات، هو ما مطلقك بهال 3 سنوات؟ يعني ما جاي زين، وهسه شو اللي صار؟ شلون ما يصير؟ شنو هو يقول ما يصير تبقين يا مهلك؟ لا مو ما يصير تبقين يا مهلك، لا عادي، لا انت يعني انت من بعد الله تعالى من قوتك، يعني اذا الزوج ظالم والزوج ما يفتهم وما يعرف قيمتك، القوة مالتك من بعد الله وما أهلك وخوتك، فأنت تجين يم أهلك يم أخوتك إلى أن يجي يصالحك ويصحح ال 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 شيخنا. هل ترى من إيه؟ إيه خلاص، شنو الموضوع إذا أجي اعتذر؟ ليش ما ترحين البيت أهلك؟ أنت رجعتي له هسه؟ شنو المشكلة هسه؟ وين المشكلة؟ يعني بعد ما رايح على بس لا أختي، أختي ما دام ماكو طلاق وإن كان 3 سنين ابتعد والآن يرجعت زوجة، أنت في ذمة زوجة الآن، ماكو مشكلة ترجعي له طبيعي، بس بشرط، بشرط سمعيني زين، خليه يضوجون الزلم، مو بكلمتين ثلاثة يقشمرك ويرجعك، مو بكلمتين ثلاثة، فعلا انت تتيقنين انه فعلا انصلح وفعلا قام يجر عدل وياي، ذاك الوقت يعني ترجعي له. ها كنترول ضار، ما عجبك الكلام. نعم ايه، من معي؟ يعني هذا الموضوع انا لا اريد ان ادخل به دائما، لان هو موضوع الساعة اليوم، موضوع الرجل يضرب امرأة والامرأة تزعل، يعني نصيحة لكل بنت أنه لا تتخلين عن أهلك بأي ظرف من الظروف، لا تخلين عن إخوانك بأي ظرف من الظروف أبدا، خليهم هم القوة إليك من بعد الله سبحانه وتعالى، وتلتجئين إلهم من ظلم الزوج يعني، وتلتجئين إلهم من يبطش الزوج يعني زين، فإن قهر الزوج لا يكبته إلا الأخ أخوك، ولا يكبته إلا الأب على رأسه عندما يضربه، عند ذلك يكبت ظلم الزوج أو بطش الزوج يعني، والله أعلم. نعم من معي؟ محمود تفضل. أخي محمود. أي محمود حياك الله. امرأة تفضل يا أختي، تفضل أنا وياك. نعم أم محمود تفضلي. ألو. إيه تفضلي أنا وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ. إيه نعم أنا حسين وياك تفضلي. شلون صحة؟ الحمد لله بخير ماشي الحال. الشيخ إذا صلاة الخسوف اليوم إذا بالجامع النساء جاي. يجوز المرأة تذهب إلى المسجد وتصلي في المسجد جماعة، ما في مشكلة أبدا، وإذا ما تقدر تصلي بالبيت. تجمعين النساء وحدة من عندكم تصلي بيكم، هم صحيح ماكو مشكلة. يعني جائز، جائز إذا أكو مكان للنساء جائز تصلين بالمسجد. نعم. وعليك السلام. أم مصطفى من بغداد تفضلي. أم مصطفى تفضلي. أم مصطفى تفضل. يا مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ الحمد لله ماشي الحال. نشكرك على هذا البرنامج، الله ينور عليك. أسأل الله القبول يا ربي. شكرا. شيخ بس عندي سؤال. أي أنت يعني أنا رسوم رمضان وجيت بدرة صار عندي غرحة بالمعدة زين، وجيت كثير عن المطاعم وصرت دينا وكنت أرسوم يعني هسه وصار عندي مطلوب 90 يوم مطاعم. نعم. وإن شاء الله نومت على هذا المطلق على هذا الشتاء أصوم، لأن سهر في
هو ما دام كنت مريضة ما دام كنت مريضة فأنت معذورة يعني ما عليك إثم بالموضوع يعني أنت ما متقصدة الإفطار يعني ماشي أختي؟ فعادة مرض القرحة أنا اللي أسمع من الأطباء أنه مرض مزمن يعتبر يعني علاجه صعب جدا بما أنه الله عافاك وشافاك. نعم والله ما أعرف اليوم شنو الموضوع والله ما أفهم يعني فما أعرف يعني تمام تمام اسمعيني من التلفزيون ايه نعم زين وعندي اخوان دايما يصوم ويرفع يعني مو هذا اخر واحد زين تمام ما اعرف انتم الثواب تسوون لاخوتك الاربعه غير هيك يعني؟ ايه ما في مشكله شنو المشكله؟ ايه نعم تسمعين مني الجواب ان شاء الله نعم علي من الموصل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شلونك شيخ الحمد لله مرحبا اخي حياك الله عندي سؤال معك نعم شلون زين نعم زين فهذه خواطر تأتي هذه الخواطر مرات أستاذي من عفوا من ضعف الإيمان يعني أنت خلي إيمانك قوي بالله خليك دائم الاستغفار الله يرزقك طمأنينة نفس ويرزقك سكينة روح يعني فأكثر الاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب يعني زين اخي الزم الاستغفار نعم شلون لا مو بالضرورة يعني موضوع هذه الخواطر لا يعتبر سحر ولا حسد ولا أي شيء هذا عفوا 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 يعني ما أنا لا أريد أن أتدخل في إيمانك بس هذا ربما ضعف إيمان يعني خلي إيمانك قوي بالله أكثر الاستغفار أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالصلوات الخمسة بالأذكار الصباح والمساء صدقني الله راح يرزقك طمأنينة نفس وما تجيك هذه الخواطر أبدا يعني ما تجيك لا دوس على نفسك خلي عندك إرادة أقوى من الشيطان بحيث تقوم تصلي بوقتها وخلي عندك إيمان واستغفار والإيمان إخواني شيء يعني يوقر في القلب يعني يثبت في القلب يستقر في القلب يعني حياك الله حياك آخر اتصال من معي من صلاح الدين نعم تفضل يا أختي مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعك نعم. ما يجوز تلزمين عدة إلى أن يجيك خبر وفاته، ما تلزمين عدة أختي. اسمعيني من التلفزيون أفضل يعني اسمعيني من التلفزيون يعني أختي المتصلة الأخيرة موضوع فقدان الزوج هذا موضوع طويل وتكلم به الفقهاء المعاصرون والمتأخرون والقدامى والأوائل تكلموا كثيرا عن موضوع المفقود المفقود في مكان لا يرجى رجوعه والمفقود في مكان يرجى رجوعه والمفقود إخواني بالتفاصيل إيش قد تبقى المرأة 4 سنوات من من قال 8 ومن من قال 40 سنة ومن من قال إلى موت أقرانه وهكذا تفاصيل طويلة بالموضوع فأنت أختي ما تلزمين عدة إلى أن يجيك اليقين أنه ميت اليقين يجيك خبر أو
اليوم موجودة صور، موجودة فيديوهات، موجودة أي شيء يدل على موته، ذاك الوقت الزميل عدة. أما الآن أنت في ذمته، ولا يجوز لك أن تتزوجي، ولا يجوز لك أن تلزمي العدة، والله أعلم. الأخت أم مصطفى، يمكن يعني موضوع الصيام أنت قلت أنه بي قرحة، فأنت معذورة ما آثمة، بس لو قضيتي أفضل، يعني من صرتي زينة الحمد لله، الله سبحانه وتعالى رزقك الشفاء العاجل، فالتقضين والقضاء على التراخي ممكن بالأسبوع يومين وهكذا. يعني موضوع الثواب لإخوة الأربعة الشهداء، أولا نسأل الله أن يتقبلهم يعني ويغفر لهم ويتجاوز عنهم. فأختي يجوز الثواب للميت، إن كان طعام، إن كان مال، إن كان صدقة جارية تضعوها في المسجد، أو أمور أخرى، أو مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، حتى إذا ما عدكم شيء سووا له ثواب الدعاء ينفع الميت. وكذلك السؤال أنه صلاة السنة، صلاة سنة الصلوات المفروضات، هناك قبلية وهناك بعدية. طيب مثل الفجر هناك قبلية ركعتين تصلى قبل الفرض، وبعدية ما في بالفجر، ماكو بعدية بالفجر. الظهر تصلين على يعني الخلاف الموجود اثنين قبل الظهر واثنين بعد الظهر. العصر تصلين اثنين قبل العصر، والعصر ما ببعدية. المغرب تصلين قبلية اثنين، وتصلين كذلك البعدية اثنين، يعني على مذهب الإمام الشافعي. كذلك العشاء تصلين القبلية اثنين وإن كانت غير ثابتة، وتصلين العشاء البعدية اثنين كذلك. هذه الصلوات النوافل تسمى القبلية والبعدية، والله أعلم. كنترول خلاص الوقت. أسأل الله تعالى أخواني أن نعود إليه. وأنا دائما أنتقد الناس عندما يعودون إلى الله حسب المكان وحسب الزمان. لو يروح للعمرة للحج يعود إلى الله، ومن يرجع على المعاصي، لو من يصير خسوف أو كسوف أو ظاهرة أو تصير فد أمر زلزال أو ما شابه ذلك يعودون إلى الله. مع هذا الأمر إيجابي. فأخواني هذه الليلة حسب العلوم المتقدمة الموجودة التي نحترمها حقيقة تقول أن هناك خسوف. أخواني الخسوف هو إنذار من الله، هي رسالة من الله. الخسوف هو رسالة من الله تعالى إلى العباد، أي يا عبادي عودوا إلي، أي عودوا إلى الله بالرجوع إلى الله، عودوا إلى الله بالصلاة، بالاستغفار، بالبكاء، بالدعاء. أخواني المرأة الحائض تستطيع أن تسبح وتدعو وتستغفر الله تعالى، المرأة اللي هي ما عندها الحيض تستطيع أن تصلي ركعتين ركعتين وركعتين. إخواني الخسوف أو الكسوف من السنة هي ركعتين في كل ركعة ركوعين، في كل ركعة ركوعان. يعني هكذا تكبر الرجل أو المرأة، يقرؤون الفاتحة ثم سورة طويلة بعد الفاتحة، يركعون الله أكبر، ثم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم يعودون مرة ثانية، يعني ماكو سجود بالركعة الأولى. تقرأ الفاتحة وسورة بعد الفاتحة ثم يركع، سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم يسجد. وفي الركعة الثانية هكذا، أي في كل ركعة ركعتان، في كل ركعة ركعتان. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأسأل الله تعالى أن يفتح لنا الأبواب عندما نطرقها. أخواني ما كان من صواب فهو من الله ثم ممن علمني، وما كان من خطأ ومن زلل ومن تقصير فهو مني ومن الشيطان. أسأل الله تعالى نتجاوز عنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.